التواصل إذا من جديد مشاهدينا متابعينا الكرام عبر هذه الانطلاقات التي تتواصل على أرضية ميدان الشعب، ميدان لبسة بإمارة يوم القيوين، وعبر هذه المكرمة المميزة. ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام إذا مع شوطنا الثامن والمخصص لفئة الجعدان المهجنات، ثامن التحديات، ثامن المنافسات في هذا الصباح القوي والمميز مشاهدينا الكرام. إذا نتابع التحديات، نتابع المنافسة هنا المستمرة مشاهدينا الكرام في هذا الشوط. نبدأ دائما مع المنطلقين ومع المندفعين، مع الباحثين عن ناموس يتجدد به هذا العطاء المستمر، وأيضا تتجدد به الأفراح. شوط ينقضي وآخر أيضا تنطلق معه الآمال. نتابع معكم قمة هذا الشوط، نتابع معكم المركز الأول. هناك إذن اللي مع المركز الأول والبداية والصدارة، ما شاء الله وتبارك الله على هذا الحضور الرائع بالمركز الأول من قبل نسناس لمحمد بن سعيد بن سالم الزرعي، هو المسيطر على الأمور. المركز الثاني، المركز الثاني نهرين لمحمد بن سليم بن سالم الأعفاري، ما شاء الله أيضا في هذا التواجد الجميل. أما المركز الثالث، المركز الثالث الواعي لمحمد بن ناصر بن علي بن حمد النعيمي. المركز الرابع، المركز الرابع مرحب للسيد ماجد بن أحمد بن محمد بن ماجد المهيري، ما شاء الله. والمركز الخامس، المركز الخامس نقلتنا على بدران للسيد عبيد بن خليفة بن عبيد الخيالي. المركز السادس مشاهدينا الكرام نقلتنا على تواجد مياس للشيخ نهيان بن محمد بن ركاض العامري. أما المركز السابع، أما المركز السابع والحضور من قبل شاهين للسيد حميد بن سلطان بالصريدي الدرعي. والمركز الثامن، المركز الثامن هناك منصح للسيد محمد بن سالم بن جاسم الاعفاري. المركز التاسع، المركز التاسع التسلل من نجد للسيد حمدان بن حميد بن هلال العسكري. وعاشر المراكز ياتينا اشقر للسيد خميس بن محمد بن مبارك الخيلي. هذه النتيجه، هذه المراكز الاولى المتقدمة. إذا مشاهدينا الكرام نداؤنا الأول، ومن هنا تحول إلى المركز الأول من جديد، من هنا تحول من جديد إلى الصدارة والبداية. نعود مع المركز الأول ومقدمة هذا الشوط مع نهرين لمحمد بن سريم بن سالم العفاري، يسيطر على الأمور سيطرة تامة، يسيطر على المركز الأول سيطرة فعالة حتى هذه اللحظات. المركز الثاني، المركز الثاني مرحب لمايد بن أحمد بن محمد بن مايد المهيري، هنا يقدم لنا مرحب تقديم مميز ورائع. ومرحبا، مرحبا بالضيوف، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالمتوافدين والمتواجدين على أرضية هذا الميدان. المركز الثالث، هنا يأتينا نجد للسيد حمدان بن حميد بن هلال العسكري. والمركز الرابع، المركز الرابع الدولي لسالم بن علي بن حمد بن مبارك ألف هيدا أيضا ينطلق هناك. أما المركز الخامس، الوصول مشاهدين الكرام والنقلة على المشير لمحمد المحنى بن لويع العامري، أيضا قادم قدوم رائع. أما المركز الخامس من الجانب الآخر، من الجانب الآخر وتابع شاهين لسهيل بن حمد بالأسود العامري. سادس المراكز، سادس المراكز مع نسناس لمحمد بن سعيد بن سالم الزرعي. والمركز السابع، المركز السابع وتابع التدخل من شعار بن جرش اللي بدأ يتدخل إلى المراكز الأولى المتقدمة مع انطلاقة معوض لعبد الرحمن بن مبارك بن فالح العجمي. كذلك هنا، كذلك هنا الوصول أيضا، هنا أيضا القدوم والوصول من محنى بالمية العفاري، واصل وصول مميز صديقنا والزميل اللي حاضر في هذا الشوط. روح
يا بن مية يا بن مية، هنا وهناك راعي الركبة اللي حاضر مع هذا التحدي، روح يا بن مية والقلب داعي لك. ولكن أيضا تدخل جديد مع أشقر خميس بن محمد بن مبارك لخيلي متدخل في هذا الشوط، ونجد اللي واصل لعبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري حاضر، وسكر بدأ يتدخل، سكر لخالد بن سريف بن مسلم الوهيبي واصل بقوة أيضا مميزة في هذا الشوط وهذا الحضور الرائع. مشاهدين الكرام التدخل على المركز الثامن أيضا من معزم لحمد بن خليفة بن محمد بن سعيد الكعبي. هذه نتيجتنا، هذه هي المراكز الأولى المتقدمة من جديد، لكن بعود بعود مع الرقص، بعود مع الرقص على المركز الأول، بعود مع البداية الدول. الله الله سالم بن علي بن حمد بن مبارك ألف هيده المتواجد هنا مع الانطلاقة، المتواجد مع الصدارة، وممكن يكون نصيب الفهد الهيدة، ممكن يكون نصيب الفهد وينطلق بسرعة الفهد مع الصدارة والبداية. ثاني المراكز مرحب لماجد بن أحمد بن محمد بن ماجد المهيري. أما المركز الثالث ايضا التدخل مشاهدين الكرام والوصول من مشوش لخالد بن حميد المهيري الياسي، واصل وصول مميز، هناك التدخل وهناك القدوم مشاهير لحميد بن سلطان الصريدي الدرعي، هناك ايضا وصول اول ندى في هذا الشوط الجيفار لمحمد بن عبيد بالضبيعه، والفهيد روح وانطلق مع المركز الاول، انطلق مع ناموس هذا الشوط مع الدولي. يا بوي يا بوي روح الدولي مع المركز الأول، ودع الجميع، باي باي لندن مع السلامة، رفعت رافقتك السلامة، خود حافظ يا الفهيدة. هنا الحضور من الدولي على المركز الأول، أول ندى للمشير. على المركز الثاني السهيل بن محمد بن حمادي العفاري، ولكن خلاص سلام المري سلام، سلام الفهيدة سلام، وسعد الله صباحك بكل خير تاري والناموس لسالم بن علي بن حمد بن مبارك ألف هيدة على فوز الدولي وانتزاع ناموس هذا الشوط. المركز الثاني لسهيل بن محمد الحمد بن بادي، المركز الثالث لخالد بن حميد المهيري الياسي، المركز الرابع لمحمد بن سعيد بن محمد بن راشد الشتيبي، المركز الخامس مبارك بن ناصر بوكبي المنصوري. هذه النتيجة إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، 7:41 ثلاثة أجزاء من الثانية، التوقيت اللي حضر معه الدولي لسالم بن علي بن حمد بن مبارك ألف هيدة، ما شاء الله وتبارك الله، توقيت مميز وأيضا انطلاق رائع قدم الدولي، ونهاية أكثر من ممتازة هناك باللحظات الأخيرة. تهلينا والناموس أسعدتم صباحا يا المرة. المركز الثاني ذكرت التوقيت الزمني لكاس 7:41 ثلاثة أجزاء من الثانية تاني والناموس. المركز الثاني المشير واللي وصل بالأمتار الأخيرة لسهيل بن محمد بن حمادي العفاري 7:42 جزئين من الثانية، تهانينا والناموس. أما اللي حضر بالمركز الثالث، المركز الثاني كان نصيب بن حمادي العفاري، المركز الثالث للسيد خالد بن حميد المهيري الياسي مع مشوش بتوقيت مقدرة 7 دقائق بلا شك 43 ثانية 9 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس.